واحد أيضا من المدربين الكبار اللي دربوا في القارة الأفريقية، وأيضا درب في مصر الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني السابق لمنتخبات غينيا والكاميرون، وطبعا درب في مصر الإسماعيلي وسموحة. يا فندم مشرف ومنور، سعداء جدا بتواجدك على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مرحبا بكم. بداية طبعا هسألك على ما يحدث في كأس الأمم الأفريقية البطولة الحالية من مفاجآت كثيرة وخروج كثير من المنتخبات الكبيرة، رأيك إيه؟ في حقيقة الأمر أنني قبل كل مسابقة في البداية حقيقة الأمر أن هذه نتائج هذه البطولة مذهلة جدا حتى الآن مقارنة بالمباريات كأس الأمم الأفريقية الماضية، حيث أن كل الفرق لديها مستويات متقاربة، وبالنسبة لي على المستوى الشخصي من الصعب أن أتنبأ بنتيجة أي مباراة. هناك فرق جديدة ظهرت كقوة كبيرة في عالم كرة القدم. من الأشياء العجيبة في هذه الكان هو الكوتيفار التي كانت خرجت إكلينيكيا ولكنها عدت بأعجوبة ثم أقصت السنغال حامل اللقب. هل كان بالنسبة لك مفاجأة خروج المنتخب المصري من دور ال 16؟ هل تابعت مباريات منتخب مصر خلال هذه البطولة؟ نعم بالتأكيد هي كانت مفاجأة، وتابعت مباريات مصر وأعتقد أن هذا الخروج بركلات الترجيح هو أمر محزن ولكنه جزء من كرة القدم. أعتقد أن الفريق المصري افتقد إلى الفاعلية الهجومية الجماعية، وافتقد بالتأكيد محمد صلاح الذي هو عنصر مهم في المنظومة الهجومية المصرية. كمان سؤالي القادم ليك يخص منتخبات زي منتخبات المغرب وتونس والجزائر، منتخبات شمال أفريقيا، في رأيك لماذا قدموا مستويات ليست بالكبيرة في هذه البطولة؟ كما قلت للتو أن الكلمة السر تكمن في أن الفرق الصغيرة لعبت بجماعية أكبر، وحتى لو كانت هناك منتخبات ذو أسماء رنانة فإنهم أراهم قد افتقدوا إلى الفاعلية نوعا ما، وربما أغفلوا أن الفرق الصغيرة تستطيع أن تعمل ضدهم في المساحات، وهذا هو ما حدث مع المغرب اليوم. الفرق التي أحدثت المفاجآت هي فرق تتميز بالصلابة التكتيكية، فرق تميزت بقوة الإرادة في تغيير معطيات الواقع، وكما حدث مع فريق الكوتيفار الذي أخرج السنغال، وأيضا فريق جنوب أفريقيا الذي هو شاهدته اليوم بشكل منظم ودقيق للغاية. أي المنتخبات الصغيرة اللي تتوقع وصولها لأبعد مرحلة في هذه البطولة، مرحلة المباراة النهائية، تتوقع أنه يعمل مفاجأة أكبر خلال هذه البطولة؟ أعتقد أن الكوتيفوار أصبح لديها الآن دافع كبير بعد أن كانت على وشك الخروج من دور المجموعات، وبعدما عادت بأعجوبة إلى البطولة أصبحت الكوتيفوار بما لديها من دوافع الآن فريق مرشح.
وبشكل عام أعتقد أن الفريق الذي سوف يحافظ على حيويته البدنية والتكتيكية والحالة الذهنية من التركيز هو الفريق الذي سوف يستمر إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البداية من وجهة نظري. حتى الآن أرى أن كوتيفوار ونيجيريا هم المرشحين الأبرز لإحراز هذه الكان. الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني السابق لعدد كبير من المنتخبات في القارة الأفريقية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.